كان خايف من هاي الذكة يا رب استر بس لا يطلع واحد جايب خبر الفرقة يدق الباب وطلعت روحي كنت خايف من هاي الذكة يا رب استر بس لا يطلع واحد جايب خبر الفرقة لو قالوا لي تريد تروح يعني وياكم ودع الروح شلون ارضى تفارقني واني منك ما خدت اخر شفقة يا رب استر بس لا صارت روحي بعيدة علي طلعت روحي بدكت الباب ما ظلت ساعتها عصام مثل الدمعة والله ليستر خايف حتى البيت برقى يا رب كون اطلع غلط